لا والله الأجواء ما زال يشهد الهدوء الحذر حقيقة منذ غروب شمس أمس وحتى اليوم. هذا جاء بعض المكاتب التي جاءت في محيط الرئاسة اليمنية وأيضا بالقرب من منزل الرئيس اليمني عبد الرب المهدي وفي دولة عصر. أماكن المواجهة ما زالت هي بمفردها تشهد ضغوطات من خلال الانتشار والكسر للجهة الشعبية وأيضا من خلال قطع الشوارع المؤدية إلى هذه الأماكن وتحديدا محيط دار الرئاسة اليمنية. بقية الشوارع كفاية تبدو الحركة اعتيادية وطبيعية. هنالك فقط ما زالت بعض السفارات تواصل غلق ابوابها من السفاره المصريه، هنالك بعض المنشات الحكوميه والمدارس والجامعات ما زالت تغلق ابوابها ايضا. اللجنه تقول اللجنه الرئاسيه المكلفه لهذه الفتيله تقول انها تواصل جهودها واجتماعاتها بخصوص تطبيع الوضع، لكن الشارع حقيقه ينظر بكثير من القلق والحرار الى طبيعه التوتر الجاري خاصه مع تطور الاقتصاد وطبيعه التوتر في الطائف. انعكس الامر ايضا على جنوب اليمن حيث اليوم كان هنالك قرار بدا منذ الامس ومن خلال اليوم حسب المعلومات الاوليه عن تعقيدها من هناك بخصوص اغلاق ميناء عظيم ومطار عدن الدولي على خلفيه احدى السبع وقرار للجنه الامنيه وهذا المناطق يزيد الصراعات. هنالك العديد من التخديرات تحذر الجيش والمؤسسات الاقتصاديه والامنيه او الزج بمصالح الدوله ومؤسسات الناس في هذه الخلافات او في طبيعه الاضطرابات الامنيه القادمه. هنالك ينتظر خلال ساعه او خلال صباح اليوم عقد اجتماع للرئيس هادي مع الموقرين على اتفاق السلم والشراكه وهيئه المستشارين واللجان الامنيه والميدانيه، وربما يحضر هذا الاجتماع رئيس الوزراء وجزء من الوزراء وايضا اللجنه الرئاسيه المكلفه بخصوص معالجه الوضع اجمالا والتوصل الى اتفاقات منها ما طرح في خطاب السيد عبد الملك الحمياس بشان ضروره تنفيذ اربع نقاط وعلى راسها وضع تنفيذ الشراكه ووضع تعديلات على المسوق ثم معالجه الوضع الامني وتحديدا في محافظه مأرب التي تشهد التوتر منذ ايام وتحشيدا للجماعات المتشدده لمواجهه حركه انصار الله هناك. هذا الاجتماع يعول عليه كثيرا بالخروج بالنتائج قد تخفف كثيرا من طبيعه التوتر القائم ومن ذلك ايضا حلت الوضع اجمالا لان الكثيرين كفايه هنا يقولون لا 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 فائده او لا فائده من ايجاد اي حلول امنيه او ميدانيه في ظل استمرار التوتر السياسي لان من خلال الانتشار والكسر للجهه الشعبيه وايضا من خلال قطع الشوارع المؤديه الى هذه الاماكن وتحديدا محيط دار الرئاسه اليمنيه. بقيه الشوارع كفايه تبدو الحركه اعتياديه وطبيعيه. هنالك فقط ما زالت بعض السفارات تواصل غلق ابوابها من السفاره المصريه، هنالك بعض المنشات الحكوميه والمدارس والجامعات ما زالت تغلق ابوابها ايضا. اللجنه تقول اللجنه الرئاسيه المكلفه لهذه الفتيله تقول انها تواصل جهودها واجتماعاتها بخصوص تطبيع الوضع، لكن الشارع حقيقه ينظر بكثير من القلق والحرار الى طبيعه التوتر الجاري خاصه مع الثوره في الاقتصاد وطبيعه التوتر في الطائف. انعكس الامر ايضا على جنوب اليمن حيث اليوم كان هنالك قرار بدا منذ الامس ومن خلال اليوم حسب المعلومات الاوليه عن تعقيدها من هناك بخصوص اغلاق ميناء عظيم ومطار عدن الدولي بناء على خلفيه احدى السبع وقرار للجنه الامنيه وهذا المناطق يزيد هنالك العديد من التخديرات تحذر الجيش والمؤسسات الاقتصاديه والامنيه او الزج بمصالح الدوله ومؤسسات الناس في هذه الخلافات او في طبيعه الاضطرابات الامنيه القادمه. هنالك ينتظر خلال ساعه او خلال صباح اليوم عقد اجتماع للرئيس